السلام عليكم وأهلا بيكم في قناة ليدي باج. وصفة النهاردة وصفة صيفية بامتياز، هنحضر فيها فواكه الصيف اللذيذة، هنجمعها مع بعض ونحضر معاها صوص سهل وصحي ولذيذ ومش بياخد وقت خالص، هيحافظ على الفاكهة لأكبر وقت ممكن. ممكن تحطوا السلطة دي في التلاجة لمدة يومين، طبعا لو قدرتوا تستحملوا انكم تسيبوها اكتر من يومين في التلاجة. السلطة دي لما بعملها دايما بتتنسف على طول في اول يوم، لانه دايما مع الحر والصيف بنبقى محتاجين حاجه ساقعه وترطب علينا من حر الصيف. هنحتاج اي نوع فاكهه احنا عايزينه، وكمان هحتاج عصير ليمونه، وهحتاج 3 كوباية من العسل. هبتدي اقطع الفاكهه قطع متوسطه الحجم، انا مش بحب اقطعها قطع صغيره لاني بحس ان هي بتخلي الفاكهه دبلانه شويه، ومش بحب اقطعها قطع كبيره لانها احنا عايزين ناكلها بالمعلقه او بالشوكه، فعايزين يبقى فيه كذا قطعه فاكهه في المعلقه الصغيره. هبتدي اقطع الفراولة والكيوي واليوسفي، هقطعه قطع صغيرة كل واحدة منهم، هقطعها 2 لان انا عندي حجمها اصلا صغير، انا مش عايزاها تبقى اصغر من كده. هقطعهم 2 لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي، وبعديها هبتدي اقطع العنب. طبعا العنب ممكن ما تقطعهوش، ممكن تقدموه زي ما هو، ولكن انا بحب اقطعه عشان زي ما قلتلكوا بحب المعلقة يبقى فيها كذا نوع من الفاكهة مش نوع واحد بس. بالنسبة للتوت، التوت اللي عندي بينزل لون، فانا بس بقطع كام واحدة فيهم والباقي بسيبهم كاملين عشان الفاكهة بتاعتي او سلطة الفاكهة ما يبقاش فيها لون احمر من التوت. واخر حاجة هعملها هي الصوص، وده هو السر اللي بيحافظ على سلطة الفاكهة. اخدت من قشر الليمونة شوية، والليمونة اللي عندي دي كانت كبيرة، فاخدت بس نص عصرة ليمونة او نص عصير ليمونة، ما حطيتش الليمونة كاملة، وعلى 3 كوباية من العسل. هقلبهم مع بعض لحد ما يبقى قوامهم سائل. واخر حاجة عندي هجيب اناء يكون محكم الغلق عشان انا عايزة اقفلها واحطها في التلاجة، وهقلب الفاكهة مع بعض واضيف عليها الصوص اللي انا محضراه وهقلبها تقليبة كمان وبس كده. الفاكهة عندي جاهزة، تقدروا تقدموها على طول اول لما تعملوها، او تقدروا تحطوها شوية في التلاجة، وطبعا بيبقى طعمها احلى لانه طعم الليمون بيديها شوية مزازة، وبيبقى طعمها حلو كمان مع العسل، وطعم الفاكهة بيختلط مع بعضه. ممكن تقدموها في اطباق، ممكن تقدموها في كوبايات صغيرة وتاكلوها بمعلقة الفاكهة، بتبقى لذيذة قوي. وطبعا شايفين احجام الفاكهة هنا متناسبة مع بعضها، فالمعلقة ممكن يطلع فيها كذا نوع مع بعض. انا زينتها بالشمسيات الحلوة الصغنونة دي، حسستني باجواء الصيف، والشمس قررت ان هي تدخل معايا في الفيديو عشان تدي الفيديو شكل مختلف. ما تنسوش لو جربتوا الوصفة دي تقولوا لي رأيكم، وقولوا لي انتوا بتحبوا تعملوا سلطة الفاكهة بايه، وايه الفاكهة بتاعتكم المفضلة في الصيف. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.